صرنا ما بقدر نقدر نعيش بدون انترنت، واكيد الابحاث اللي بتصير على الانترنت كثير اساسيه ومهمه جدا بحياتنا. لهالسبب اليوم رح نحكي عن موضوع كثير اساسي وكثير مهم لما بنفتش على معلومات طبيه على الانترنت بوقتها. اليوم بفقره بوقتها مايا ما رح تكون معنا، انما اليوم معنا مديره التسويق ومن مؤسسي موقع اي توب، ساره حلو. صباح الخير ساره، واهلا وسهلا فيك اليوم معنا بعالم الصباح. موضوع كتير اساسي وموضوع كتير بنخاف منه، لانه بنعرف قديش عالم الانترنت صار عالم كبير وواسع قدامنا وفينا نفتش على كل شيء، بس اكثر شيء بنخاف منه هو المعلومات الطبيه، صحيحه مش صحيحه. بنحكي شوي عن موقع اي توب اللي ابتدى بلبنان من سنه تقريبا، ما هيك؟ موقع اي توب هو موقع طبي بيسهل التواصل مع الحكمه للاشخاص اللي عم بتدور على معلومات طبيه اونلاين، وكمان الحلو باي توب انه بتتعلق معلومات مختصة بحالة الشخص. نعم. وموثوقة، لأن مين اللي عم يجاوبك على يوتيوب هو حكيم، والحكيم أكثر واحد بيقدر يعطيكي معلومات طبية، يعني أحسن مصدر. صحيح. سو نحن أطلقنا المشروع يوتيوب من حوالي سنة، نحن ثلاث أشخاص بالتيم، ثلاث مؤسسين، أنا وجاد جبران وبول صابر. هلا هن ببرشلونة بموبايل كونفرنس، they representing يوتيوب هونيك. نحن أطلقنا المشروع من سنة وصار عندنا فوق 700 حكيم على الويب سايت بيغطوا 38 اختصاص. طب هون سارة شغله كثير اساسيه، يعني مثل ما قلتي هو الحكيم هو المصدر الموثوق الاساسي، انما هون في الخوف، يعني قديش واحد ممكن يقدر يعرض حالته الصحيه والطبيه على الانترنت، يعني وتصير اونلاين ويتوقع انه فعلا رح يجي الاجابه المناسبه لحالته هو بالتحديد. هلا نحن الواحد لازم يخلق اول شيء اكونت على يوتيوب تقدر يستعمل الويب سايت. والشيء الحلو بيكتب انه الواحد لما يطرح سؤال هويته بتضل مجهوله، يعني بس ببين جنس الشخص والعمر تقدر الحكيم يقدر يجاوبه احسن على سؤاله. صح. كيف بنخلق الاكونت؟ فينا بس اذا في فرجيكم هلا دغري. اكيد. هذا موقع ايتوب.com، بتكتبوا على جوين ناو، في سكشن للبيشنت المريض وسكشن للحكمه تيسجلوا. نعم. فنحن حنفوت كمرضى، بس بنعبي هيدي الفورم، بنحط الاسم لاست نيم الايميل باسورد والديت اوف بيرث، بعمل اي اجري للتيرمز واي ريجستر. اوكي. كثير هينه. وللحكيم ذات الشيء في سجل من هون، وفي كمان بوتن له على اخر البيج من هون بيقدر يسجل. يعني الطبيب حتى في سجل على الانترنت. نعم. مش انه انتم بتلتقوا فيه شخصيا للاطباء لحتى تكونوا انتم عندكم هالتعاطي المباشر مع الطبيب نفسه. بالبدايه مبلا، نحن التقينا مع كثير اطباء تنفسر لهم عن الموقع، وكمان هنا اعطونا فيدباك تنحسن الموقع. فبالبدايه كثير التقينا باطباء، بعدين صاروا هن يخبروا بعض وصارت انتشرت على الانترنت. صح. يعني لان عندنا كمان فيسبوك بيج وتويتر بيج ودائما نحن كثير اكتف. صار كل العالم تعرف على موقع يوتيوب وصاروا الحكمه هلا هن يتسجلوا لحالهم. طب انتم ثلاثه هلا مثل ما ذكرت، يعني ساره انت موجوده حاليا وهن ببرشلونه، لانه بدنا نحكي بعدين هيئتوا في واتساب او في اكشلي ابلكيشن للتليفون، يعني مشان هيك هن موجودين حاليا بالموبايل. ايه صح، رح نطلع الموبايل ابلكيشن خلال شهر، وهلا هن هونيك تيشوفوا كل شيء ترندي هلا بالموبايل اندستري من هلا لاربع سنين. اوكي، انتم شو الباك جراوند تبعكم؟ انا وبول صابر بزنس، انا ماركتينج بول فاينانس، وجاد جبران هو البروجرامر ديفلوبر بكتب الكود الويب سايت. اوكي. وكيف تخطر لكم انه تقدروا فعلا تجمعوا هالمعلومات الطبيه من هالاطباء وتعملوا هالتواصل مباشر ما بين المريض والطبيب؟ نحن اول شيء بلشنا الفكره كنا ببروجرام اسمه سيكونس اكسلريتور بروجرام. هنا شو بيعملوا؟ بيمولوا الشركات الناشئه اونلاين مثلنا نحن، بيعطوهم سيد انفستمنت وبيساعدوهم يطوروا فكرتهم على مدار ست شهور، بعدين انه خلص كل واحد بيروح طريقه. بس اكيد في تواصل بيناتهم. اكيد. فنحن لما فتنا معهم بالبروجرام كان في سبع غيرنا كمان، واشتغلنا مع بعض طورنا فكره ايتوب، عملنا كثير ريسيرش، لاحظنا انه في 1.4 مليار سيرشز على جوجل بس عن الصحه بالشهر. فلاحظنا انه في طلب بالسوق لهيك سيرفيس. فانطلقنا بالمشروع، عملنا كثير سيرفيز، حكينا مع حكمه، اعطونا الفيدباك، ولما طلعنا الويب سايت العالم كانوا كثير مبسوطين فيها، لان عن جد هونتهم حياتهم اليوميه. يعني اكيد اكيد. طب هون كمان شغله اساسيه، يعني هلا مثل ما قلتي اذا شخص حابب يطرح سؤال بده يعمل اكونت له ويطرح السؤال على الاطباء المختصين بهذا الموضوع او بحالته الصحيه المعينه، انما ممكن الاشخاص العاديين اذا حابين بس ياخذوا معلومات جديده عن الاشياء الصحيه كمان يفوتوا بس يتفرجوا على الويب سايت تبعيتكم، صحيح؟ صح. ما ضروري الواحد يخلق اكونت يقدر يفوت على الويب سايت، في يفوت على الويب سايت ويقرا الاسئله والاجوبه الموجوده والمطروحه اوريدي. ف
فاذا انا ما عندي سؤال في حتى دور على مواضيع بتهمني على يوتيوب ان كان سرطان الثدي او الامراض الجلديه، في كل المواضيع على يوتيوب بس بكبس على كل واحد وبيطلع لي كل الاسئله والاجوبه بتتعلق بهالموضوع. في حتى شوف الحكمه يلي عم بيجيبوا اسم الحكيم، في اكبس على صوره الحكيم ببين لي بروفايله، يعني شو السبيشالتي، وين بيشتغل، وين درس، يعني بصير بتعرف زياده على الحكيم. صحيح. وبقرا الاجوبه اللي هو عطاها على الويب سايت، سو برتاح شوي للحكيم انه اوكي صرت اعرف شوي عنه اكثر، هيك بالمستقبل اذا حابه اشوفه انه بعرف مين عم شوف. اكيد، لانه اهم شيء واحد يكون عنده فعلا هالمصدر الثقه قادر يوثق فيه وقادر يعطيه هالمعلومات اللي هو بهمه ياخذها. نعم. طب هون بالنسبه للاجوبه او الاسئله اللي وردت، اكثر شيء بتحسوها شو؟ اكثر شيء بتحسوا فعلا العالم عندهم هالاسئله الاستفهام حواليها؟ في عنا كثير مواضيع بتخص الولاده، لما المراه تحبل، لانه المراه بيكون كثير عندها اسئله بهيدي الفتره. الولاد اللي بيسالوا عن ولادهم، بيطلعوا لهم امراض، شو بعمل؟ عن العلاقات الجنسيه كمان كثير بيوصلنا، لان نحن الان مثل ما قلت لك الويب سايت الواحد بتكون الايدنتيتي تبعيته مجهوله. صحيح. فبيرتاحوا اكثر يسالوا، لان ما حدا بيعرف مين هن. مزبوط. لان الواحد ايام بيستحي يسال هيك اسئله عند الحكيم فيس تو فيس، فعلى يوتيوب لان ما حدا بيعرف مين فبيرتاحوا اكثر. طب شو هو اكثر متوسط عمر عم بتحسوا عم بيكون عم يدخل عندكم على الاكونتس بيوتيوب؟ نحن هلا معظم العالم اللي مشتركين بالويب سايت اعمارهم تتراوح بين العشرينات والثلاثينات. نعم. اكثر شيء. في عالم اكبر اكيد وعالم اصغر، بس هدول اكثر شيء اللي عندنا اياهم. اصلا في ليميتيشن على الويب سايت انه لازم الواحد يكون عمره على القليل 18 سنه تيستعمل يوتيوب، لان نحن تحت هذا السن ما بيكونوا كثير واعيين انه يقدروا يتواصلوا مع حكمه، فمش هيك حطينا ريستريكشن. وقديش صار تقريبا عدد المشتركين لهلا؟ صار فوق ال 20,000 بس من ميله اليوزرز، من ميله الحكمه مثل ما قلت لك فوق ال 700 حكيم. وقديش فعلا عنده حسنات يعني وجود موقع مثل ايتوب بلبنان على الصعيد لبنان والعالم العربي، يعني عم نحكي كمان هون. ما في خدمات بالعالم العربي بتسهل حياه المريض، يعني ان كان بده يحصل على معلومات، ان كان بده يفتش على حكمه مختصه، ان كان بده ياخذ موعد مع حكيم، او بس توعيه على امراض كثير عالم بتعاني منها، ما في توعيه كفايه بلبنان وبالعالم العربي. فنحن اطلقنا مشروع يوتيوب تنحل كل هالمشاكل، نحصل على معلومات موثوقه من طبيب بتخص حالتنا، مش انفورماسيون جينيرال مثل ما بنلاقي على الانترنت. صحيح. بنقدر نتواصل مع حكمه، نشوف ذير بروفايلز، نتعلم زياده عنهم. اذا عم دور على طبيب جلد في يفوت على الويب سايت بس بشوف مين اللي فيه الاطباء وبشوف ذير بروفايل، في يشوفهم بعدين. في اخذ موعد مع حكيم كمان عبر يوتيوب، بس بعبي فورم بعمل سبميت وخلص. خلينا ناخذ موعد من شي طبيب هلا. اوكي. لنشوف. اوكي. لحظة، اوكي. أول شي لازم نعمل لوج إن تنقدر ناخذ موعد. اوكي. رح أفوت على الأكونت تبعي. هلا فتي على الأكونت تبعك تبع سارة، اوكي. نعم. هلا على الصفحة الرئيسية فينا نعمل كذا شغلة، فينا نشوف الأسئلة والأجوبة المطروحة اللي بعدهم جايبين عليها، فينا كمان دغري في فايند دكتورز باتن دغري فينا نشوفه. في شغلة كمان حلوة بحب فرجيكم إياها، كل أسبوع نحن عندنا التوب 5 دكتورز أوف ذا ويك، هدول بيكونوا أكثر حكمة بيكونوا جاوبوا خلال الأسبوع، فبنحطهم هون تيبينوا ويتعرفوا العالم عليهم زيادة. بيكون اجى طلب عليهم اكثر يعني، او انسالوا اكثر شيء وهم يعطوا اجابات اكثر، بيكونوا انجيجد على الويب سايت اكثر شيء عم بيجاوبوا. فحنبلش هون الانسرز فيد. الانسرز فيد مثل ما قلت بيفرجي كل الاسئله والاجوبه اللي هلا جاوبوا عليهم. هذا هو كله. في اقبس على حيلا سؤال هو مثل ما انا شايفين اسم الحكيمه، فيني اعملها ثانك يو، بدي اشكرها على جوابها. على جوابها. ومن هون في اخذ مواد مع الحكيمه، بس بحط اسمي، ايميلي، رقمي، بنقي النهار او اللي بيناسبوني والوقت اللي انا بدي اشوف هالحكيمه، البيربز اوف فيزيت، وبعمل بوك ذا ابوينتمنت. وهن كيف بيردوا علينا بعدين؟ لانه بنعرف الاطباء اوقات بيقولوا لك بعد شهر وشهرين وثلاثه لحتى يعطوك الموعد، بقى هون كيف بيصير التواصل بالنسبه للطبيب لحتى يرد عليه للمريض نفسه؟ ايه هلا لما يبعت المريض الريكوست انه بده ياخذ موعد، نحن بنستلم البقية، يعني نحن بناخذ الموعد ونحن بنرد له للمريض، هو ما بيعمل شيء بس بينطر جواب منا كونفرميشن. اوكي. سو نحن بنهتم بكل شيء. هلا هيدي الفيتشر اكيد رح تتطور مع الوقت، رح تصير اهين واوتوميتد اكثر،
بس هلا في كثير عالم عم يستعملوها، يعني في عالم بدقوا للمستشفى بدهم ياخذوا مواد، يا اما المستشفى ما بترد يا اما بتنطرك على التليفون ما بتعرفي قد ايه بتنطر. مره واحد دق لنا قال ايه ما ردوا علي المستشفى ودقيت لكم، ودغري طلع له موعد، دغري اعطيني موعد، كان كثير مبسوط. ففي كثير عالم مثله بحس. وغير عن هيك كمان حنفوت على الفايند دكتورز تنشوف كيف بيلاقوا الطبيب نفسه. Exactly. صحيح. هلا فوق مبينين الفلترز، يعني اذا بدي بالجندر رجال او مرأة، اذا بد في الاختصاص، في المستشفى، في البلد. نحن حنقول بدنا طبيب نسائي بلبنان، فرح ننقيه من هون. اوكي. طب انا هون بدي اسالك سؤال، انت عم تفتشي وتعملي سيرش، مثل ما كنا عم نقول اكثر موضوع حساس على الانترنت هو موضوع المعلومات الطبيه، يعني واحد في ياخذ معلومات عن كل شيء، حيلا موضوع بيفتحه بيقدر يفتش عليه، واوقات بيضمن بيكون مرتاح اذا فينا نقول على المعلومات اللي عم يحصل عليها، انما دائما المعلومات الطبيه هي اكثر معلومات بتشكل شك عنده وخوف كمان وخطر بالتعاطي اذا كانت فعلا ما بتصيب مزبوط. قديش في كنترول عليه للويب سايت، يعني من كمان من اشخاص مختصين واطباء فعلا هن عم يشرفوا عليه ويتاكدوا انه كل معلومه، لانه في كمان اطباء اشطر من اطباء وفي اطباء فعلا مختصين بمواضيع، قديش في عندهم كنترول عليه؟ هلا نحن اول شيء كنا عم نحكي مع اكبر مستشفيات بلبنان وحكمه معروفه، بعدين البقيه انه فيهم يفوتوا اكيد، ونحن غير هالشيء في كنترول على الاجوبه، يعني اذا في حكيم شاف انه حكيم ثاني عطى جواب انه غلط او منه صح، في يعمل له ريبورت، نحن بتوصلنا الريبورت ونحن انه يا اما بنشيل الجواب او بنحكي الحكيم نقول له يغير جوابه، يعني دائما في كنترول من ميله الحكيم ومن ميلتنا نحن، حتى المستخدم في يعمل ريبورت كمان على الاجوبه وعلى الاسئله وعلى كثير قصص. وغير هيك الواحد لما بيطلع له جواب من حكيم في يطلع له راي اخر، يعني اذا حاسس يمكن في جواب ثاني ايه منه مؤكد في يطلب راي اخر وثالث ورابع، من كبسه زر في ريكوست سكند اوبينيون بتن بيكبس عليها حكيم ثاني بجاوبه. والسؤال مفتوح لكل الحكمه يعني بما كان بيقدر يجاوب، سو هالشيء بيساعد المريض انه يكون عنده جواب كيف يقولوا كومبرهنسيف، انه من كل ناحيه يكون عنده جواب، هيك ما كثير يشك بالموضوع. صحيح صحيح. وهون مش محصوره القصه بس بلبنان، لانه بنعرف اصلا لبنان الحمد لله كل عمره مستشفى لكثير من الدول العربيه ودول المحيطه. نعم. بقى كمان من الدول العربيه فيهم يشاركوا كمان معنا ويبعثوا لهم كمان لحتى يحصلوا على اجابات من الاطباء. نعم. يتوب هلا نحن معظم الحكمه من لبنان، بس عندنا كمان كم حكيم من الاردن ومن امريكا، في كثير من برا عم بيسجلوا. بس نحن التارجت تبعتنا اكيد العالم العربي، وهلا بالمستقبل كمان رح نطلع يوتيوب بالنسخه العربيه كمان باللغه العربيه. هي هيدي كثير اساسيه. صح. كمان عندكم فيسبوك بيج. نعم. كمان ساره ايه على الفيسبوك بيج بنحكي عن مواضيع انه بتهم العالم تنوعيها كمان كثير اشياء، رح فرجيكم هون مثلا. هيدي يعني بتصيب كل المواطنين مش بس الشخص المريض، الشخص اللي حابب ياخذ معلومات طبيه. اكيد اكيد. بايزوم هون حكينا عن الكوليسترول بالجسم، هون كنا عم نحكي على، لان زملائي هلا برشلونه فبنخبر عالم كمان كل شيء نحن اللي عم نعمله تيكونوا اب تو ديت على نحن الاشياء اللي عم نشترك فيها. هون حكينا على مرض السكري، لان مرض كثير وارد بالعالم. صحيح. العربي وصامت لفتره بيكون قبل ما تظهر عوارضه. مزبوط. وما في توعيه كفايه مثل ما قلت. صحيح. بالعالم العربي، سو نحن بنجرب نوعي العالم على هيك مواضيع تيكون عندهم المعلومات تيقدروا يعملوا شيء قبل ما لا سمح الله يجيهم مرض او شيء. طب خلينا نختم بالابلكيشن على التليفون، بما انه بنعرف هلا كل العالم صاروا كل شيء عندهم بيعملوا له بيطلعوا الابلكيشن تبعيته على التليفون، قديش كمان رح تصير فعلا القصه افيلبل بين ايديهم قريبا جدا يمكن، او سيرجعوا من برشلونه؟ مثل ما قلت لك خلال شهر رح يكون في الابلكيشن على التليفون للاندرويد والايفون، سو الاثنين بيقدروا ينزلون وفيهم يعملوا كل شيء. هلا بيقدروا يعملوه على الويب سايت، يعني فيهم يسالوا سؤال، يشوفوا بروفايل حكيم، ينبشوا على مواضيع صحيه بتهمهم، ياخذوا موعد كمان مع حكيم. وبالمستقبل كمان رح نطلع كثير خدمات زياده، هدول حيكونوا مدفوعين، حنخلي الفري مودو، بس كل شيء زياده حيكون لان اشياء جديده بعد ما في منها بالعالم العربي. صحيح. زياده عن هدول. على كل الاحوال فعلا يعني موقع مثل اي توب بفيد كل الناس يعني، ومثل ما قلتي بما انه في عليه كنترول بقى بيكونوا مطمنين ومرتاحين، بيقدروا ياخذوا منه معلومات موثوقه وياخذوا كمان منه مواعيد مع الاطباء. صح. شكرا. بس كان بدي زيد شغله، سوري، انه اي توب ما بتستبدل الواحد يشوف حكيم، نحن بس للمعلومات
وتنوجه المريض بالطريق الصحيح، بس اكيد لازم الواحد دائما يشوف حكيمه وطبيبه. اكيد فعلا هيدي شغله كثير اساسيه وما واحد يستغني عن شغله مقابل شغله اخرى، لانه بالنهايه التعاطي المباشر مع الطبيب هو بالدرجه الاولى. أكيد. الاساس. شكرا كثير لك ساره، واهلا وسهلا فيك ويعطيكم الف عافيه. موقع ايتوب فعلا بيرفع الراس بلبنان وبالعالم العربي. رح نتابع محطاتنا ووقفتنا المطوله مع الشيف شادي بعد دقائق، خليكم معنا.